لبرشلونة. كرة التهديف 5-2 مع نجاعة قياسية، 3 في المرمى لفريق البديل. هذه التسديدات في المرمى، هذه أرقام المباراة والمواجهة، مواجهة بندية. برافو بيتيس إشبيليا، لكن ننتظر الخواتيم. الآن نرجع كما هي البدايات من خلال الكلام والتحليل لاستوديو التحليل بمدريد مع الزميل باسل طبان. ميليتو وأدريانو هناك ضعف كبير في الدفاع. بالفعل الدفاع وحتى بيكي ارتكب أخطاء كثيرة، وبالتالي فأنا أعتقد أن دفاع برشلونة لم يكن في المستوى. هناك إثارة بطبيعة الحال، وهنا تأتي اللقطة بعد ميليتو، جابي ميليتو، ولكن هناك أيضا بينتو كان غائبا، لم يصل إلى الكرة، وأرثو قائد بيتيس حقق هدفا مهما. ونشاهد هنا المدرب بيفيميل الذي كان سعيدا رفقة عشاق بيتيس. لم يكن هدفا سهلا صراحة، لا أعرف ماذا بماذا يطالب الحارس، كان بإمكانه أن يصفر. لا أعرف ماذا يطالب بماذا يطالب الحارس، يبدو أنه ارتكب خطأ، ولكن الهدف كان شرعيا. إذا بداية بيتيس كانت قوية جدا. في الدقيقة الثانية جاء هدف مولينا، وبعد ذلك بخمس دقائق جاء الهدف الثاني أيضا لمولينا من أخطاء دفاعية فادحة في دفاع البرسا. الهدف الأول كان هناك سوء تغطية من تشافي، وصلت الكرة بسهولة لمولينا عند ضربة حرة، وتمكن مولينا من إنهاء الشباك عند زاوية بينتو تحديدا. سي بريميرو فو هناك تصل، أين كيف كان مولينا متقدما، كان ذكيا وسبق المدافعين وحقق الهدف الأول في الدقيقة الثانية تقريبا. ورأينا هستيريا الفريق الأخضر والأبيض وعشاقه بطبيعة الحال. المباراة بعد ذلك أصبحت مهمة، وبيلينجر لاعب خطافي لا زال يحقق أشياء إيجابية كلما لعب أمام برشلونة. إذا هذا هو كان الهدف الأول لمولينا المهاجم الخطير في فريق بيتيس. هذا الثاني أيضا تكيال على الجهة اليسرى، دخول كان لهذا اللاعب وتمرير بين المدافعين في البرسا. ضعف كبير في دفاع البرسا كما ذكرنا، كما كان يشتكي غوارديولا من تطبيق خطة التسلل. كان يتكلم كان يتحدث مع أدريانو ومع بيكي ويشرح، كما يبدو أن أدريانو هو الذي كان يكسب خطة التسلل. بالفعل لم تكن هناك قرارات مولينا في وضعية التسلل. شاهد هنا كيف يركض، تبدأ هنا اللقطة، ولاعبو فيديس كانوا أذكياء وفتحوا المجال، ومولينا تفوق بسهولة على بينتو. كانت لقطة متكاملة من إيسيكييل، وكانت هناك حركات مميزة من جوناثان بيريرا ومولينا أيضا الذي سحب بيكي وترك المجال مناسبا. نشاهد هنا كيف كان اللقطة مميزة من لاعبي بيتيس بتمريرة، وخاصة أن الكرة كانت في نفس سرعة اللاعب. ومولينا قناص كبير حقق الهدف الثاني وفاجأ بفعل ذلك عشاق برشلونة. المباراة أصبحت مثيرة والمنافسة أيضا، ولم نعش إلى حد أصعب مع هدف ميسي الذي قلص الفارق في هذه المباراة قبل حوالي 7 دقائق من نهاية هذا الشوط الأول. كانت تمريرة في العمق لهذا اللاعب، انفرد ميسي، هو يعني هذه كرات ميسي التي هو خطير فيها إجمالا، وتمكن قدمي الحارس.